اهلا وسهلا ومرحبا، برنامجكم كالمعتاد البراعة اليدوية البريكولاج. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش ننقبوا اللافابو من دون ما يتكسر باش نحطوا الروبيني متاعنا. نحب نأكد على مسألة مهمة للسادة المشاهدين، اللي البريكولاج اي البراعة اليدوية من مميزاتها انها سهلة وذكية وما تطلبش امكانيات كبيرة او كفاءة مهنية او اختصاص وحرفية. في حلقتنا اليوم البراعة اليدوية باش نستعملوا مطرقة باش ننقبوا اللافابو. بالإمكان استعمال مطرقة عادية تكون صغيرة الحجم بوانتو، ولكن الأفضل أن تكون بالشكل اللي تراو فيه على الشاشة. هالمطرقة تتسمى مارتو أبيكي. ما ننساوش باش نذكروكم اللي سلامتكم تهمنا، لذا ردوا بالكم أثناء الطرق باش ما تتعرضوش لأي حادث. نحدد ونختار المكان ونبدأ في عملية الطرق المتواصل، واللي الطرق يكون في نقطة واحدة وتبدأ في الاتساع كما باش تراو قطر الثقب قاعد يتسع شيئا فشيئا حتى يلائم الروبيني اللي باش نحطوها في مكانها فيما بعد. وانتم تشاهدوا في عملية الطرق المتواصل أكيد أنكم ذكرتوا الصور المتحركة للنقار الزهواني اللي يعتمد هالحيوان الجميل هذا على عملية ليست طرق وإنما النقر الكثيف والمتواصل لغصن الشجرة للحصول على ثقب يكون بمثابة العش. وبطبيعة الحال في حصتنا اليوم أو غيرها الإنسان يستلهم جميع أفكاره وإبداعاته من الطبيعة اللي هي لوحة فنية من الذات الإلهية. بعد ما تمت عملية النقر أو الطرق المتواصل نتعداو للمرحلة الثانية والأخيرة واللي ما تقلش أهمية من المرحلة الأولى. يمكن اللافابو باش يتكسر إذا ما نحرصوش على حسن استعمال المبرد، واللي يلزمه ينزل فقط ويخدم كان في اتجاه واحد. هكا انتهت مهمة المطرقة والمبرد على أحسن وجه، وجاء دور الروبيني باش نحطوها في مكانها بكل سهولة ولطف. وبكل لطف أيضا نختم حلقتنا اليوم. نرجو التواصل معكم من خلال أرقامنا وعناوينا على الشاشة. نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله. دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.